كوكيز القرفة والقهوة، كوبايتين وربع من الدقيق الأبيض، معلقة قهوة سريعة الذوبان اللي هي بتتعمل في المج الصبح دي، أي نوع أنتوا بتحبوه، معلقة كبيرة مية سخنة، نص كوباية زبدة في درجة حرارة الغرفة، تلات أرباع كوباية سكر أبيض، تلات أرباع كوباية سكر بني، لازم بني، معلقتين صغيرين قرفة مطحونة، معلقة بيكنج صودا، معلقة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب، نص معلقة صغيرة قرنفل، أصل الصاج اللي كان موجود ده طلع محدش راضي يسيبهولي، فبصوا بقى عاملين ازاي، حلو صح؟ ألف هنا. ربع معلقة قرنفل مطحون، بيضتين، معلقة صغيرة من الفانيليا، رشة ملح للوش، عندي تلات معالق سكر، نص معلقة صغيرة قرفة، وللتقديم أعواد قرفة، مش عارفة أشتغل منكم. لسه هنا دقيقتين دقيقتين، ها نيجي بقى هنا نعمل ايه؟ الدقيق هياخد البيكنج باودر والبيكنج صودا، هياخد القرنفل وجوزة الطيب والقرفة، تمام كده؟ وبعدين البولة هتاخد السكر البني، لازم بني، انتوا عارفين لو في بديل انا بقول على طول، سكر ابيض، زبده، القهوه سريعه الذوبان هتاخد معلقه ميه دافيه، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه ميه، معلقه واحده دافيه، ونشيل دول بقى عشان ما ينتحروش زي اللي فاتوا. الفرن فاضله دقيقتين بالظبط وهنطلعه، وطبعا انتوا مش خايفين عليا، انتوا عايزين الكوكيز اللي في الفرن، انا فاهمه كل حاجه. زبده وسكر، الوصفات دي معلش هتقولها سكر بني لانه حقيقه هتفرق، هتفرق كتير جدا. ليه بقى؟ لان احنا عايزينه يبقى تشوي كده بيمضغ، فا هيطلع كده بالسكر البني، فمعلش انتوا عارفين لو لوبه دي بقول بيضتين وادخل كل المقدار مع بعضه، وانا قصده للي عايز يفتح مشروع ما يقولش انا لازم اجيب عجان، اهو باليدوي وهيطلع تحفه وهتدعولي ان شاء الله، ان شاء الله هتدعولي. القهوه سريعه الذوبان مع الميه الدافيه، وميه دافيه مش سخنه عشان البيض، وبعدين اقوم منزله الدقيق مع البيكنج باودر مع البيكنج صودا مع رشه الملح مع التوابل اللي هي ايه؟ قرنفل، جوزة الطيب، وقرفة، وابتدي اخلط ده كله، ادخله مع بعضه، وما استعجلش زي ما قلنا، ما بعجنش، انا بلم ومش عايزة احط سائل، فما استعجلش، وابتدي الم كده زي عجينة التارت، واخلطهم واقرب لنفسي كده، صاج عليه ورق زبدة، وابتدي اخد من الكوكيز، الله، وابتدي انزل الكوكيز في السكر والقرفة، وبعدين احطها هنا، واحدة كمان، وياريت كله لسه دقيقتين بس، معلش ما هو انا مش مش عايزة اطلعه يبقى ني، خليكوا لزاز كده يا ولاد، مستعجلين قوي، مستعجلين، مش عليا طبعا ولا على الشغل ولا اي حاجه، على الاكل، همهم على بطنهم، بس انا مش هديكم من ده، لا خلاص انتوا كلتوا حبايبي.